وشها وطلع لطفح على وشها. شو؟ ما بعرف كيف صار هيك عن جد. أنا ما عملت شيء أبداً. شو؟ كيف تجرأتي ونزعتي لوشها لمليشكا؟ طلع معها حق، أنت عملتي هيك لتنزعي لخطبتها وما تخليها تتهنى، مظبوط؟ لا، ما عملت هالشي قصداً وما بعرف كيف صار هذا الغلط. كبيت العلبة المنتهية صلاحيتها بالزبالة صديني. ما بعرف شلون انكبت العلبة الجديدة واستخدمت اللي كانت صلاحيتها منتهية، ما بعرف كيف صار هيك أبداً. سكتي! انتي عملتي هيك قصداً وأنا متأكدة إنك عملتي هيك قصداً لأنه هيك بدك من جواتك. يمكن عملتي هيك لحتى تنزعي حفلة الخطبة، صح؟ لا. مليشكا، ورجيني وشك. كيف بدي أعرف إذا ما فرجيتيني؟ بحكي مع الدكتور بيجي بيعطيكي دواء تطلعي فيني، بس خليني شوفهم، كل شي رح يكون مليشكا. منيح. ورجينا وشي. مو معقول. شو هاد؟ نيلام، كيف رح تحضر الخطبة؟ مليشكا أنت معك حق، كيف بدها تصير الحفلة وهيك وشي؟ كله منك. وأخيرا نجحت تنفيذ خطتك وقدرتي تأجلي الخطبة كلها، وهلا روحي اتركي هالبيت ولا تضلي هون ولا لحظة. ليش ما بتصدقوني؟ أنا ما بعرف كيف صار هيك، صدقوني ما عملت شيء وحتى ما بعرف كيف إجت العلبة لهون. لا تناقشي أكثر ولا تحاولي تبرري وتثبتي براءتك لأنه كلنا منعرفك. تقبلي غلطك، إذا كنتي غلطانة اعترفي فيه وتقبلي شي مرة واحدة. بس أنا ما عملت أي شيء غلط. لو عملت كنت اعترفت بغلطي وكنت رح اتقبل مثل ما قلتي، بس انا ماني غلطانه ابدا معها. شو صاير؟ ريشي وصلت؟ قلي لشوف، رح تطلب من لاكشمي تترك البيت ولا انا طلعها؟ تترك البيت؟ طيب شو المشكله؟ مشكله؟ لاكشمي اساس المشاكل، هاي المره اللي جبتها على البيت. اطلع اطلع ريشي، مليشكا فرجي وشك. شوفي عمتي. فرج ريشي. ماما، كيف صار هيك؟ شو صار له؟ لاكشمي عملت فيها هيك بسبب حقدها. شفت؟ هاي كانت النتيجة. لاكشمي؟ ايه لاكشمي عملتها قصداً وحطيت كريم منتهية صلاحيته. شو عم تحكي عمتي؟ أنا بعرف لاكشمي منيح، ما بتعمل هيك. ما بتعمل هيك قصداً، أنا بعرفها منيح، هي مالها حركاتها. لا تلومي لاكشمي، أول شي رح أتصل بالدكتور ولاقي حل. أعطوني بس دقيقتين وراجع. عمتي هي أنا عم قلك ما رح روح على رز إذا ما زبط وشي وراح اللون الأحمر. مليشكا لا تحكي هيك، ما له خطير، ريشي رح يجيب الدكتور ورح يعطيكي دواء وتتحسني. لا تقولي إنه ما رح تصير الخطبة، عم تفهمي علي؟ ماما حكيت معه وبعتت موكيش مشان يجيب الدواء. مليشكا لا تخافي، رح يروح الطفح الجلدي خلال 5 دقائق بعد ما تاخدي الدواء وكل شي رح يتحسن فورا. شكرا، انت انقذتني من اللي انا فيه، شكرا كثير ريشي، شكرا لك. بسيطة مليشكا رح تتحسني، اهدي موكيش جاية، رح تكوني منيحة. فهميني وقليلي شو صار معي. ريشي طلبت من لاكشمي تحط المكياج وتعملني حلوة كثير، وبعد شوي ما لقيت غير هي تفاجأت، وبعدين قلت لها شوفي وهي ما كانت ترد علي، طلعت حاطة الكريم المنتهي صلاحيته على وشي وطلع الطفح الجلدي. ما عم يصدقوني ريشي، ما بعرف كيف صار هيك وما عملت هذا الشيء عن قصد. سألتك شيء أنا؟ طلبت منك تفسري؟ ما طلبت، أنا متأكد أنه ما بتعملي مثل هيك شيء أبداً لاكشمي، هذا ما له غلطك أنت. ريشي ريشي شبك انت؟ كيف يعني ما بتسألها عن اللي صار ومليشكا قالت لك هلأ انه لاكشمي اللي أذتها؟ ولا قصدك انه مليشكا عملت هيك بحالها؟ شو صاير لك؟ بدل ما تتهم لاكشمي عم تتهم مليشكا، معقول؟ لا انا ما عم اتهمها، انا ما عم اتهم اي حدا منكم، كل يلي بدي اقوله انه ما نو غلط لاكشمي، لاني بعرف لاكشمي منيح، بعرف شو بتقدر تعمل وشو ما بتعمل، ولاكشمي ما بتعمل هيك ابدا، ما بتعمل هيك قصدا، لانه هي مانا هيك، هي مالها تربايتها، تاكدوا ما بتنزل لهيك مستوى. واذا كثير وارد انه تكون لاكشمي ما بتعرف انه هذا الكريم منزوع، اكيد صارت بالغلط، ما بتعمل هيك قصدا. خلصت ابني؟
خلص دفاع عنا؟ انت ما عم تحس انها غلطانه؟ لانه لاكشمي ما انا غلطانه. لاكشمي ما لا غلطانه وما فيني اعتبرها هيك امي. لاكشمي لطيفه لدرجه انها بتسامح اعدائها. انسيني لما في فايدة من النقاش مع ريشي، نطلب منها تترك البيت والقصة بتنتهي، وبعد ما بقى يصير شي مزعج بهذا البيت. لاكشمي ما رح تمشي. لاكشمي ما رح تترك هذا البيت أبداً. تتذكري؟ ستي هيك قالت. وانت نسيت اللي قلته؟ مو قلت اني رح اقلعها من البيت إذا عملت شي غلط؟ حكيتها بوضوح انه تهتم بأمور الحفلة وما تعمل شي غلط بنوب. شوفوا شو عملت فيها. شو عملت ماما؟ ما عملت شي أبدا. أنا قلت لك وثقي فيني ولولا مرة. لاكشمي ما غلطت بهذا الشي، هي ما عملت شي غلط. إذا سمحتي لا تضلي تلوميها هيك. ريشي خلاص عمتي، إذا كان ريشي بده لاكشمي تضل هون فما في مشكلة، عادي خليها تضل. عادي عمتي، رح أعمل اللي بيقول عليه لأنه رح أكون مرته لريشي وهذا واجبي تجاهه. لازم أسمع كلام ريشي كله حتى لو ما عجبني أو بدون موافقتي، بس لازم أسمع كلامه وأعمل اللي بده إياه هو. هيك لازم أعمل، وبقدر أعمل أي شي كرمال ريشي. ريشي أنت شو بدك؟ بدك تضل هون ليصير عرسنا؟ ما عندي مشكلة، هي تبقى هيك منيح. عمتي معلش مو مشكلة، ريشي حكى مع الدكتور ورح يعطيني أدوية، لهيك كل شي رح يكون منيح بلا ما ننزع هاليوم. هذا اليوم كتير مهم بالنسبة لي، ما بدي أي شي ينزعه. أنا آسفة عن جد لأنه استعجلت كتير بكلمتي وقلت إنه ما بدي العرس اليوم، عن جد أنا ليش آسفة. عم تعتذري ماليشكا؟ مو واجبك تعتذري مني ولا من حدا، اللي غلط معك بهيك يوم مهم هو اللي بيعتذر. تماماً، يلي غلطان هو لازم يعتذر منك. موكيش، موكيش لازم يعتذر لك، ليش ما خبرتك؟ هو ريشي؟ اللي خلى معك الكريم القديم. أنا بعتذر منك، ما بعرف كيف صار هيك، أنا ما عملت شيء بس كنت هون لهيك بعتذر منك. اليوم تأخر فير كتير، لازم اتصل فيه. وين راح موبايلي؟ وين اختفى؟ ما في داعي تدقي لي. أهلين، خلصت شغلك؟ ايه يعطيك العافية، العمر الطويل يا ابني. أمي، إذا كانت الحياة طويلة ولا قصيرة المهم نكون منيح. مثل ما بيقولوا الصحة هي ثروة. بتمنى لك الصحة دايما ويخلي لي إياك. طيب ليش تأخرت؟ كان اللقاء طويل؟ ايه ماما، في شوية إشاعات متعلقة بشغلي كمان، بس أنا زبطت كل الأمور. لا تتوتر، كل شيء بيصير أحسن. أنت عملت هالمكان الكبير بجهدك، اشتغلت وتعبت كتير بحياتك، بلشت من الصفر وعملت هالمكان الضخم من عرق جبينك. أنا عندي ثقة كبيرة فيك يا ابني. هذا كله بسبب رضاك علي يا أمي. أكيد رضياني عنك. ممتاز، وأنا شو بدي أكتر من رضاك علي لحتى أتوفى بقى؟ دخيل قلبك حبيبي. يلا